هلاك بتجي السيارة تاخدك على الكراج وبتنزل على مصر وبتظهر مثل ما اتفقنا. ما كون أخرتك على الاجتماع. ما في أي مشكلة، أنا نازل على السراي، في عنا شوية مشاكل بدنا نحلها. وين؟ بس نحل مشكلتكن بدنا نجوزك. أنا ماني مفكر يا أمير. مش في حدا بجوزك بنته قبل ما تنحل مشكلتكم بمصر؟ يا أمير الحقيقة أنا حابب قل لي مين هي، من أي عائلة؟ أطلب لك إياها. مش من هون يا أمير، مصري. مصري؟ ليش في بمصر دروز؟ مش درزية يا أمير. مش درزية؟ أنت بتعرفش إنه بصير تتجوز غير من الجبل يا فؤاد؟ أنا من هون. حبيت يا أمير، انضربت على قلبي وحبيت. شو قصة عائلتكم؟ أنت الفهيم الوحيد بيطلع معك هيك؟ بتطلعوا من مختص بتفوتوا بمختص؟ بدكم تبهدلونا يا أخي؟ فؤاد بدك تتجوزها، روح تجوزها وانسى الجبل، غير اسمك واسم عيلتك. اللي بيهمنا انه نخلص من قصة امال، هذا اللي بيهمنا. شو بتشتغل هاي اللي بتحبها؟ محاسبي. محاسبي يعني اقصد اصلها وفصلها من وين؟ من وين؟ يهودية. بس مصرية يا أمير، مصرية للعظم. لا بقى تحكي يا أخي، لا بقى تحكي. أنت من العيلة؟ من العيلة بتتأمروا على عيلتكم؟ بتتأمروا على بيت الأطرش؟ أنت مش عارف أصلك وفصلك؟ اليهودي يهودي، هو حر بدينه، كلنا قدام الله واحد. فؤاد أنت مش عارف هذول اليهود شو بيعملوا، هذول السوس اللي جاي. أنت ما قريت وما سمعت عن شيء اسمه حركة صهيونية، وجاي هلق بدك تتجوز وحدة يهودية يا فؤاد؟